السلام عليكم، اهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات المشين ليرنينج والديب ليرنينج. حكينا بالفيديو الماضي عن اللينير ريجريشن واخذنا اول مثال عليه بفيتشر واحده اللي هي البي ام اي وتنبأنا نحن بالسكري. اليوم ان شاء الله حناخذ مثال ثاني وحيكون عندنا اكثر من فيتشر حتى نشوف اللينير ريجريشن كيف بيشتغل لما بيكون عندنا اكثر من فيتشر، ممكن يساعده وممكن كمان ما يساعده. اليوم حنشوف بالمثال تبعنا مثال عن تنبؤ بعلامات الطلاب من خلال علامات مواد تانية. خلينا نبلش دغري. تمام، فتحنا ملف جديد باسم grades. اول شيء نحن لازم نجيب الداتا سيت، فالداتا سيت فينا نحن نروح على الموقع، ححط لكم اللينك تبع الموقع بالديسكريبشن. بنفتح هذا الموقع وبنعمل داونلود للفولدر. بنعمل داونلود فينا ناخذ student.zip وراح نقرا نحن student. او student-math.csv هنحطه ضمن الفولدر تبع البروجكت تبعنا وهو اللي موجود هون. اللي ما بيعرف كيف نحن بنوصل لهذا الفولدر فيه يكبس الكب الزر اليميني على الملف ويحط set console working directory، هيطلع عنده هاد، ففيه يروح على هذا الباث ويلاقي الفولدر وبالتالي بيعمل unzip للفايل اللي نزله بهذا الفولدر. تمام، خلينا كان نحن فورا نبلش. اول شيء مثل ما تعودنا نحن بدنا نعمل imports لللايبراريز، فاول لايبراري نحن بدنا اياها هي لايبراري النمباي، وبعدين بدنا لايبراري جديده اسمها pandas. مثل ما ملاحظين انه تقريبا اللايبراريز المعروفه بالبايثون هي مسمات باسماء حيوانات، فبيحس الواحد حاله قاعد بحديقه حيوانات. نعمل import لل sklearn، وكمان من ال sklearn نعمل import للlinear model، هي شغلات تعودنا عليها بظن، ومنها كمان بدنا نجيب utils ونعمل import لشيء اسمه shuffle مشان نقدر نعمل نحن shuffle للdata randomize، وكمان منها بدنا ناخد matrix ونعمل import مثل ما عملنا المرة الماضية للmean squared error وكمان للr2 سكور. اوكي، المفروض نحن عندنا هلا الامبورت صاروا جاهزين. هلا نحن المرحله الثانيه مثل ما قلنا في شيء نحن بدنا نساويه اسمه الداتا هاندلنج، فبنعرف متحول اسمه داتا وبنستخدم الباندز. الباندز هي مكتبه للتعامل مع الداتا فريمز، يعني مثل السي اس في فايلز والاكسل فايلز والقصص هي، فينا نحن نقرا الفايل اللي نحن بدنا اياه اللي هو عباره عن ستودنت -math.csv. طبعا هذا لازم يكون، وبنقول له كل شيء مجزأ او separated ب semicolon هيك المفروض جاهزه. اذا عملنا نحن run للgrades خلينا نشوف شو بيطلع معنا. عم يعمل هلا connecting للkernel. عملنا print طلع عنا كل الفيتشرز اللي بقلب الداتا فريم. هلا بعد هذا الشيء نحن بدنا ناخذ الفيتشرز اللي نحن انترستد فيهم، اللي بيهمونا بس. ما بيهمونا الفيتشرز الثانيين، يعني مثلا اذا نحن بدنا نتنبأ بعلامه طالب معين غالبا علامته ما حتتعلق مثلا بانه هو ذكر ام انثى، بانه هو مثلا ما بعرف يعني ستاتوس تبعه شو هي. غالبا اذا هو عم يحضر او لا المحاضرات هذا الشيء ممكن يأثر على الجريد تبعه. إذا هو مثلا عامل سكور كتير منيح بالمواد الثانية ممكن يعمل سكور منيح بالمادة اللي نحن بدنا نتنبأ فيها. فنحن حننقي بس الشغلات اللي إلها علاقة بالتنبؤ تبع الجريد. تمام، حنختار أول شيء الفيتشرز اللي نحن بدنا إياهم. فأول شيء حنقول له إنه جيب لي الداتا فريم كلياته، اختر لي منه الشغلات اللي احنا بس بدنا اياها اللي هي عبارة مثلا عن الجريد 1 الجريد 2 والجريد 3 وممكن قديش عم يدرس الطالب study time وبعدين الفيليرز واذا هو عم يحضر او لا يعني الابسنس. بنقول له احنا بدنا نتنبأ بالجريد 3. نحن هلا قلنا له انه هدول هن الفيتشرز اللي احنا بدنا اياهم، والفيتشر اللي نحن حابين نتنبأ فيها هي الفيتشر grade 3.
وهلا بنعرف الاكسات والوايات اللي هن الانبوت والاوتبوت تبع اللينير ريجريشن. فاول شيء بنقول له انه نحن بدنا اري اوبجكت. شو بيحوي هذا الاري اوبجكت؟ بيحوي على الداتا ما عدا البريدكت اللي هي الجي 3. ففينا نقول داتا دوت دروب، يعني اترك لي هاد وخذ لي الباقي كلياتهم. الواي اللي عباره هي عن الام بي دوت اري، وهذا شو بيحتوي؟ بيحتوي الداتا. هيك صار عندنا الاكسات والوايات معرفين. هلا صار عندنا كل شيء اكسات وكل شيء وايات. مثل ما بنعرف نحن انه كل شيء ماشين ليرنينج لازم نقسم اكس ترين وواي ترين واكس تيست وواي تيست، لذلك لازم نحن نعمل هلا سبليت. فاول شيء بدنا نقول انه اكس ترين واكس تيست واي ترين واي تيست بدنا نعرفهم، وبنقول له من السايكت ليرن روح جيب لي شيء اسمه موديل سيلكشن، ومنه جيب لي شيء اسمه ترين سبليت. وهون هو حيقدر يعرف بالضبط انه الداتا اللي حنفوت له اياها لازم هو يقسمها. بقول له انه x و y اللي انا عرفتهم انا بدي اياك تقسم لي اياهم بحيث التست سايز يكون نسبته 0.1. فيك تساوي 0.2، فيك تساوي 0.3. هذا معناته انه 90% من الداتا حتكون ترين و10% من الداتا حتكون تيست. هي 0.1، 0.2 معناتها 80% ب20%. هلا شو ضل عنا؟ ضل عنا انه نعرف الموديل. ففينا نعرف اوبجكت اسمه لينير، ومن اللينير موديل اللي بقلب السايكت ليرن فينا نقول له روح جيب لي اللينير ريجريشن. وبعد ما جبنا هذا الموديل فينا نحن هلا نقول له فورا روح خذ لي هذا الاوبجكت اللينير دوت فيت، ونحطه بقلبه الترين والواي ترين عشان يقدر هو يعمل لي fit. طيب حتى نعرف انه عم يشتغل او لا فينا نطبع نحن الاكيوريسي. ففينا نقول له انه روح جيب لي من هذا الاوبجكت السكور وقارن لي اياه مع الواي تيست، يعني شوف لي السكور بين الاكس تيست والواي تيست. فينا نحن نطبع هذا هي القيمه ونقول له انه اطبع لي الاكيوريسي. هلا نحن فينا نعمل كمان predict بما انه صار عندنا الموديل جاهز. ففينا نختار linear object ومنه نختار predict. وشو هن الفاليوز اللي نحن بدنا نعمل لهم predict؟ هن الx test. خلينا نطبع الكوفيشنتس تبع linear regression، بنقول له coefficients وطبع لي الكوفيشنتس اللي نحن بدنا اياهم من هذا الاوبجكت اللي هو linear. خذ لي شيء اسمه الكوفيشنتس، نجرب. تمام، طلع عنا كذا coefficients. ليش كذا coefficients؟ لأنه كل feature نحن مفوتينا على linear regression حتعطينا feature. وفينا كمان نطبع الانترسبت مثل ما تعودنا. فينا هون نقول له intercept، وهون بنقول له انه بدل ما تطبع لي coefficient فطبع لي قال لي الانترسبت هو هاي القيمة. كمان فينا نحن نقول له انه طبع لي mean squared error اللي هو كمان يعتبر من الفاليوز اللي نحن بدنا اياهم لنقدر نعرف انه هاي الالجوريثم عم تشتغل منيح او لا. بنقول له اطبع لي المين سكويرد ايرور بين الواي تيست والواي بريدكت اللي نحن عرفناها من شوي، فكانت الاكيوريسي تبعنا كتير عاليه. وهذا الشيء بيوضح اللينير ريجريشن انه هو بالفعل الالجوريثم على بساطته ولكنه هو الالجوريثم فعال. نحن قدرنا نتنبأ بعلامات الطلاب بماده معينه رغم انه نحن ما بنعرف شو هي الماده وما بنعرف العلامات تبعهم قديش، ولكن قدرنا نتنبأ بعلامات الطلاب لها بهي المادة من خلال المعلومات الثانية اللي هي علاماتهم بالمواد الثانية والستدي تايم تبعهم والابسنس إذا هن عم يغيبوا أو عم يحضروا المواد هاي. أنا برأيي لهون بكفي بهذا الفيديو، استنونا بالفيديو الجاي.